عسلامة مدام. عسلامة أختي، مرحبا بك. لاباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله. قدم لي روحك. أنا مقيمة بالخارج، اسمي لطيفة، جيت فاكونس وعندي مشكلة زادة متاع خديت أبارتمون، عندي مشكلة معاهم. البروموتور ما حبش يعطيني رفع اليد، تو 7 سنين تو عند الحاكم نزلتي وفلوس المحامية خذت عليا قريب الزوز ملايين. طب مازال ساكن؟ مازلت ما تنجمش تخرج؟ مازلت ما عملت حتى شيء. مازلت التوخير مازلت. برشا عباد مقيمين بالخارج يجيو معناها يكريو ديارهم في تونس وعندهم نفس المشكله نتاعك. انا شريت وما عطانيش ما فهمتك داكوغ توا فهمتك. شريت انا وراجلي الله يرحمه، مازال كي توفى راجلي وما عطاتنيش ما ليفي. هذايا فوزي الحصايري، هذايا ما عطانيش ما ليفي 7 سنين توا، وهاو نزلتنا في الحاكم وربي سهل. هو ما خلصش البنك هذاك، فهمتني؟ وما خلصش البنك وهني توا نجري اخطر توا ماشي جايه. جيت باش عادي فاكونس، جيت نجري. بقيت تقضي في قضيتك؟ مش قضيتي، غادي من قضيتي، خاطر توا زادوا البرنامج تبدل. معناها جيت باش تحل المشكلة أنت، معناها ماذا بيك تروح أمورك واضحة. لا باش نحل المشكلة، وحتى بعد ما مات راجل البرنامج تبدل، توا يحبوا شهادة حجة وفاة برا باش تطلعها، وبرا فما مشاكل باش تطلعها، فهمتني؟ حسيلو بلادنا ما احلاها. توفى في فرنسا؟ اش قلت لي؟ راجلك توفى في؟ توفى في فرنسا وهبطت في اكتوبر والله يرحمه. الله يرحمه وينام. بالنسبة باش تجي تقضي قضيتك هنا ترونسبور حالة. إن شاء الله يا ربي تتصلح بلادنا. راه مين؟ بلادنا ونحبوها. لي ترونسبور والخدمات الاداريه والصحه، معناها سبيطارات والصحه هذه تلهي لنا بهم سي قيس سعيد. احنا شنو المشاكل اللي تعرضت لها؟ يعني نبداو بالترونسبور. الترونسبور ما حي بن سينا ما فماش ترونسبور، فما المترو بعيد المترو، ما جدا المترو، وحتى تطلع في المترو تخاف، شيء يخوف. ترونسبور حال. انا في باريس نخرج نلقى المترو، فهمتني؟ مأمن المترو؟ طيارة، لبس عليك. أنا كي نمشي للسبيطار أنا عندي الدم والسكر والقلب والكل هذا. لطف عليك. عايشك. أما كي نمشي للسبيطار نقول يا ربي مصاب هذا الكل ننقلوا نهزوا لبلادي. نشوف. كل واحد يتمنى الخير لبلاده. غاديكا. نقول يا ربي مصاب بلادي هكا. علاش مش تونس هكا؟ تونس باهية، تونس حبوها. اما توا نخمم، اذا كان نخمم خاطر ماشي الكبر بنتي ما تنجمش الشيء هذا. بنتك في فرنسا ولا في تونس؟ فرنسا تقرا، زاد تقرا. انتم ناويين ترجعوا تونس؟ لا صعيب. صعيب قد ايه عندكم توا في فرنسا؟ انا عندي 23 سنه وراجلي عنده الله يرحمه 50 سنه. برشا عندنا ان شاء الله. عندنا برشا في فرانسا. وبنتي دخلت 23 سنة. عندك بنية واحدة؟ عندي بنية واحدة سنة. بفضل ايه؟ سنة باش تعمل حزيلو 5 سنين بعد الباك. ماستير سنة. إن شاء الله ربي ينجحها كهو. حسيتك ماكش مرتاحة في العيشة في تونس؟ تونس قلت لك باهية، تونس نحبوها. ما عنيش مرتاحة، أنا غادي عندي 300 أنت ماكش متقلقة من تونس كبلاد ولا العبيد؟ لا على الخدمات. خدمات أنا غادي عندي 300 أورو دواء بلاش، كل شهر نمشي نعدي ونحلل بلاش. هنا ما نجمش، ما نقدرش، أنا ما عندي الصالير هنا باش نرجع. غادي عيشتي لا غالي. ان شاء الله يصلحونا. قلت لي الادارات، الخدمات الاداريه ماهيش عجبتك، علاش؟ شنو صار؟ انا قلت لك انا عندي مضمون وفاه، وعندي الحاجه اللي عطلوك عليها. عطلوني عليها، وعندي حجه الوفاه توا قاعده قريب 6 اشهر قبل ما نجي، بعثت المحاميه. عندي الماليفي هذا نتاع لابارتومون، عندي ما مش خدماتنا.
والترانسبور والصحه اختي، وهذا ايش نقول لك، والتعليم. بالنسبه لمجال الصحه شنو هو المشاكل اللي تعرضت لها؟ الصحه ما قلت لك، انا مره صارت لي مشكله هنا، وانا قلت لك عندي القلب، عديت نهار كامل وانا واقفه وبالفلوس راه مش بلاش، واقفه انت غادي كدوبا تدخل يحطوك على بلانكار، مش كيف كيف، سي با لا ميم شوز، دوبا تدخل يتلهوا بيك يحطوك على بلانكار ويقيسوا لك الدم ويقولوا لك يشوفوا لك السكر تو سويت، دوبا تدخل خاطر عندي ورقه انا نتاع بروريتات. هنا مشيت للصحه عديتها نهار كامل ليله كامله وانا واقفه، نو بعيد بعيد. شنو الحاجات اللي تراها لازمها تتصلح في البلاد هذه؟ هاني قلت لك ترانسبور، الصحه، التعليم، هذا نحبوه يتعال، حتى بالتعليم العباد تزيد تثقف. انا مانيش مثقفه، اما زدت ثقفت غادي في 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 بلاد الناس. بلاد الناس زادوا ثقفوني انا. فهمتني؟ ما قعدتش بالمونتاليتي نتاع تونس، نو. ولاد بلادي احنا غادي نحنوا على بعضنا. انا ما تراش لي هزوني هكا، هزوني جيراني واحبابي هنا ما حسيلو. ترى انه كان بنتك تربيت في تونس باش يكون مستقبلها كيما وهي في فرنسا ولا توا توا قالت لي ما عادش نجي لتونس جمله حتى الزياره ليه؟ حتى الزياره قالت لي سعيد، قالت لي ماما سعيد بيزك باش نجي. علاش؟ على خاطر الفاميليا زادا نحكي لك. عندكم اهلكم في تونس؟ عندي امي موجوده، عندي اهلي. فقط والعائله وزوز اخواتي كهو. كل حد على روحه. تبقى ديما تجي هكا تعدي فاكونس في تونس؟ نجي نعدي فاكونس، اما بنتي سعيد ياسر. خلي لك كلمه الختام مدام. ميرسي، عايشك وان شاء الله ان شاء الله تتصلح. امين يا ربي. تتصلح. عايشك ميرسي.